لماذا ربك؟ لماذا ربك وصف سيد المنافقين والم... أوه اسمع هذا السؤال، اسمع يا بختك يا حجر أسود، لماذا ربك وصف الذين ضربوا نبيك بالنعال أنهم مؤمنين؟ يا علي طب 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 ماشي، ايه ده بس ايه ده دفاك على ايه؟ يعني شو الفكرة من الضحكة؟ والله سؤال قوي. يلا طب ماشي، ما نقدر نقول في الرواية انه يا عم روح روح حبيبي روح روح، شكرا لك. شو يا الله، لا 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 لا، هاي كارثة، لا هاي قوية، هاي لا والله قوية، لا 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 خلاص نختم، هاي قوية والله والله العظيم قوية قسما بالله، لا لا الشيعة كفار مجوس وياي يستمعون ويعرفون، هاي الإمدادات الغيبية وصلك، لا 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 لا. لماذا ربك وصف الذين ضربوا نبيك بالنعال هو وأصحابه بالمؤمنين؟ لا لا لا، أنا راح أختم وباتشر، هذا عنوان حلقة برنامج. طبعا باتشر هو يوم عائشة، عندنا تدرون عندنا زيارات، زيارة عمر زيارة حفصة، هو يوم الأحد يوم السبت مسجل باسم عائشة مسجل باسم، بس باتشر غدا لا 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 لا، هذا كارثة هاي. لماذا ربك وصف الذين ضربوا نبيك بالنعال على أنهم مؤمنين؟ يلا روحوا جمعوا قواكم العقلية، جمعوا قواكم البيزنطية، بلغوا مشايخكم، بلغوا ساداتكم، كباركم، عراعيركم، عريفيفكم، بلغوا مشايخكم أن يردوا على هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه الرازقين الخالقين محمد وعلي وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم.